مالية الشهيد تويزا مصطفى، كما تلاحظون سخرت مصالحنا كباقي المراكز الأخرى جهاز أمني محتبر لتغطية امتحانات نهاية الطور الثانوي، شهادة بكالوريا. حماية مدنية مسخرة داخل المؤسسات من أجل مساير التلاميذ في حين إذا كان لمساير الظروف في حال سقوط تلاميذ أو إغماءات أو حالات استعجالية. برمجنا زيارة وقائية لمراكز الامتحان، هناك زيارة قبلية وكذلك متابعة وزيارة قبل دخول التلاميذ إلى المقاعد الامتحان. سخرنا كذلك في هذا 140 عون مختلف من مختلف الرتب بالمراكز المتواجدة عبر إقليم ولاية معسكر اللي هي 54 مركز،